احنا داخل البحر الاحمر دي العديد من المراكب زي ما انتم شايفين، وطبعا مفيش اجمل من العشاء داخل البحر والعديد من المراكب زي ما انتم شايفين كده، وعدد من مراكب اللي موجوده في احدى السقالات، طبعا اغاني ورقص، هنرصد بقى كل ما هو جديد داخل المركب ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده اعزائي المشاهدين ومتابعي كايرو لايف قناه القاهره 24، احد الاطفال اهوت موجوده والناس مستمتعه، والرحلات البحريه داخل البحر وجمال البحر وجمال الطبيعه. الله على الاضاءه، الله على الانوار، الله على جمال شرم الشيخ، الله على فرحه السياح من داخل احد الرحلات البحريه. شايفين المراكب والناس مستمتعه داخل البحر، رحلات حاجات جميله موجوده داخل البحر الاحمر، والناس طبعا قاعده مستمتعه زي ما انتم شايفين كده، يعني حاجه جميله. ادي البحر وجماله، بحر وحلاوته، شرم الشيخ وحلاوته، ما شاء الله. ادي الجمال اللي موجود في البحر في ساعات الليل، وطبعا يمكن الساعة 8 بالليل. ادي الناس موجودة، احد الناس هو كله اللي عايز يركب ويتفسح ويستمتع بجمال البحر وجمال الطبيعة اللي موجودة في مدينة السلام والجمال مدينة شرم الشيخ. الله على البحر، الله على جمال البحر، الله على حلاوة البحر زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله على الجمال وحلاوة شرم الشيخ وجمال البحر في مدينة السلام والجمال مدينة شرم الشيخ. مفيش أجمل من شواطئ شرم الشيخ، مفيش أجمل من البحر في شرم الشيخ بالليل، وطبعا دي أحد الرحلات البحرية اللي احنا فيها طبعا طالعين مع المركب عشان نعمل لكم ونوريكم جمال البحر وجمال شرم الشيخ وجمال طبعا الرحلات البحرية. شايفين ادي الرحلات البحرية داخل البحر الاحمر بالليل. الله على الجمال، الله على الناس، احنا بنحاول نبعد بنوريكم الجمال اللي موجود في مدينة السلام والجمال مدينة شرم الشيخ. يعني شرم الشيخ هي بلد الجمال بالليل بالنهار. شايفين الجبال داخل البحر عاملة ازاي، جمال البحر، حلاوة البحر، دنيا حلوة جدا داخل شرم الشيخ والبحر والرحلات البحرية داخل احد المراكب الليلية في مدينة السلام والجمال مدينة شرم الشيخ. شايفين جمال البحر، ادي الجبال داخل البحر، الدنيا عاملة ازاي، المركب اللي احنا فيها حاجة جمال غير عادي، وحفلات ورقص واغاني ودلع داخل البحر الاحمر. شايفين البحر وجماله، بحر بالليل تحفة 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 داخل شواطئ داخل البحر الأحمر. احنا في مدينة شرم الشيخ بنوريكم جمال شرم الشيخ، بنوريها لكم بالنهار وبنوريها لكم بالليل. ده خدمة طبعا عشان مشاهدي ومتابعي كايرو لايف في كل مكان، احنا بنوريكم الجمال بتاع شرم الشيخ وحلاوة شرم الشيخ. الله على جمال شرم الشيخ، الله على حلاوة شرم الشيخ والطبيعة الخلابة اللي بتتميز فيها شرم الشيخ وشواطئ شرم الشيخ والرحلات البحرية اللي احنا بنوريها لكم من داخل البحر الأحمر. السلام، مدينة السلام، مدينة الجمال، شرم الشيخ.